ما تقولي كوموسافا. ايه؟ كوموسافا. كوموسافا؟ لا ماليش في الفرنساوي. ما تابلتي؟ ماليش في الفرنساوي صدقيني، سأليني في اي حاجه. انت ايه اللي عرفك ان انا بتكلم فرنساوي دلوقتي؟ ايه ده، انا مش كنت في ثانوي ولا ايه؟ استني كده. مش فرنساوي. لا فرنساوي. اه والله. ايه؟ والله ما عارف، بس كملي. هو فرنساوي. عامل ايه؟ تعالى تعالى وانت بيجاوب. عندي سؤال، ايه الثقه اللي انت فيها؟ اهم حاجه الثقه. الحمد لله. بلا حاجة غيرها موجودة؟ اه طبعا، الوسامة، الفلوس، العز. شباب مصر يا جدعان، شاب مصري اكيد عندي كل ده الحمد لله. لو طب استنى، طيب افهم افهم. ايوه لو صحيت من النوم لقيت نفسك كسبت 1,000,000 جنيه، بس مطلوب منك تصرف 1,000,000 جنيه دي في ساعة. بعربية حمرا انا لسه شاريها. هصرفهم في ساعة؟ هخلصهم في ايه؟ اجاوب انا، اجاوب انا. استنى بس. في ساعة؟ هنزل افرقهم على الناس. اه. والله. اه والله. وهسيب ايه بقى ليا بقى انا؟ حق العربية الحمراء اللي انا لسه حلمان بيها النهاردة. عشان اجيبها، والله الحلمان بعربية حمراء، هتيجي. هتيجي. وانت هتعمل ايه بال1,000,000 جنيه؟ انا باذن الله باذن الله اول حاجه هعملها هخلي كل واحد فقير في فاوس دوت راكب احسن عربيه في فاوس. ايوه يا عم، هخلي الناس كلها تفرح. استنى، ده 1,000,000 جنيه والله. والله هخلي الناس تفرح حبيبي. ايوه يا ابني، ده 1,000,000 جنيه هتجيب لهم عربيات من الملاهي اللي هناك دي ولا ايه؟ استنى بس، هخلي كل واحد معاه عربيه 128، مش هخليهم لابسين وحش. هفرح الناس. ايه هو ده الشاب المصري؟ لا لا لا، هجيب لهم عربية ب 128 واحدة ب 20,000 جنيه عادي، ما هم 1,000,000 جنيه كده كده رايح. هجيب عربية لنفسي، هخلي كل واحد ماشي يعني لابس لبس وحش، كله خليه يلبس جميل. هو ده الشاب الجدع. هو ده، هو هو أقل طموح أهو. لا لا لا، أنا عرفت، أنا عرفت أنا هعمل إيه. هتجيب لنفسك عربية 128؟ لا، أنا أنا أنا, أنا أقول لك أنا لا ليه؟ 129. أنا لا، علشان 1,000,000 جنيه كده هيطير لو جبت لكل واحد عربية حلوة. أنا هركب إيه؟ انا هركب ايه بقى؟ انت اناني بقى. لا انا مش اناني، ده انا اجيب. لا 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 لا، انا مش اناني. ايه عايز اقول لهم؟ اقول لهم عايز ايه؟ انت طب اسال عدنان ده. لا لا لا، مش مشهور. ايه يلا قول. عامل ايه بال1,000,000 جنيه؟ والله ما اعرف. هتسروا اكيد يعني. ده واحد يخاف يمشي بيه. ده واحد يخاف يمشي بيه. انت عايز تقول ايه؟ انا همشي ادوس على الناس، مش هصرف حقك 1,000,000 جنيه بقى. بصوا همشي عامل 1,000,000 جنيه كده وهزلكوا يا كلاب. دولارات 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 دولارات. شكرا.